حصلت مملكة البحرين جائزة أفضل مكتب لشؤون الحجاج ضمن 3 دول حصلت على أعلى نسبة رضا من حجاجهم لموسم حج 1444 هجرية ضمن جائزة لبيتم التي تمنحها وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وبهذه المناسبة صرح سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة إن هذا التتويج يأتي ليجسد مدى ما توليه المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وحكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من رعاية كبيرة للحجاج انطلاقا من مكانة شعيرة الحج العظيمة في الإسلام. جاء هذا الإعلان خلال الحفل الختامي الذي أقامته وزارة الحج والعمرة السعودية بمقرها بمكة المكرمة تحت عنوان ختامه مسك تكريما للقطاعات الحكومية والخاصة على جهودهم الكبيرة في إتمام موسم حج هذا العام. وقد تسلمها أمين عام بعثة مملكة البحرين للحج السيد خالد المالود وذكر المعاودة أن هذا الإنجاز هو نتاج تضافر جهود جميع لجان بعثة مملكة البحرين للحج برئاسة فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان وما قدمته جميع طواقمها وفرق عملها من خدمات محورها الحجاج البحرينيين وتوفير سبل الراحة والسلامة لهم.